حلم ربط البحرين الأحمر بالمتوسط هو حلم قديم منذ أيام الفراعنة وتوارثته كل الحضارات. لما بدأ ما يعرف باسم البحث عن مفاتيح القدس في القاهرة. Il y avait 20,000 fellahs qui travaillaient en même temps, mais ils se renouvelaient, donc ils changeaient constamment. وتطلب منهم أن يحفروا قناة السويس. هذه الحقيقة كانت مسألة مفزعة في التاريخ الإنساني. بقينا نلم في معلومات نعرف قناة السويس فين مركزها الرئيسي فين. طبعاً كان بيتم في سرية كاملة، ما كانش يعرف عنها طبعاً محمود يونس ولا الطاهم اللي راح. أنت ليه ما طورتش في السنوات الأخيرة مشروع قناة السويس؟ قناة السويس هي القناة الأم في العالم، كانت وما زالت وسط ظلي. حلم ربط البحرين الأحمر بالمتوسط هو حلم قديم منذ أيام الفراعنة وتوارثته كل الحضارات، أو حتى قصة خروج موسى نفسه من مصر وخروج اليهود دي عبر المنطقة المسماة الآن قناة السويس ثم دخولها إلى سيناء. خمس مضايق في العالم، من يسيطر على هذه المضايق يسيطر على العالم. مضيق هرمز، مضيق باب المندب في مدخل البحر الأحمر، مضيق جبل طارق في مخرج البحر المتوسط، مضيق البوسفور، ومضيق الدردنيل. لو بصينا إلى هذه المضايق هنجدها تقريبا شبه دايرة أو شبه قوس كبير، بيقع في القلب من خريطة العالم. وفي قلب هذه الخمس مضايق في المركز بتاعهم بنجد جمهورية مصر العربية بتقع في هذا الموقع. الاهتمام بمنطقة قناة السويس بدأ مع الحروب الصليبية. لما بدأ ما يعرف باسم البحث عن مفاتيح القدس في القاهرة، بمعنى أن الإمبراطوريات المصرية المتعاقبة من فاطمية ومملوكية وكمان عثمانية كان دائماً القدس جزء من الإمبراطورية المصرية. الأهمية الحقيقية برزت مع العصر التجاري ورغبة الغرب في الحصول على ثروات الشرق. كانت التجارة الغربية إذا أراد التجار أن يذهبوا إلى المشرق أي إلى شرق آسيا لابد أن يمروا إما ببر الشام أو عن طريق الإسكندرية، ومن الإسكندرية برا إلى السويس، ومن السويس بحرا عن طريق البحر الأحمر ثم المحيط الهندي إلى أن يصلوا إلى شرق آسيا. عندما اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح الذي يمر عبر أفريقيا، وبالتالي أدى هذا الاكتشاف إلى ضرب التجارة المصرية المملوكية مع البندقية. لكن هذا الطريق منذ العصر الوسيط، منذ بدأت التجارة بين الشرق والغرب، كان غير آمن. فكرة حفر قناة السويس في التفكير الفلسفي والسياسي الأوروبي انتقل بعد ذلك من الجانب أو من المجال التجاري البحت إلى المجال الفلسفي والسياسي، ومن هنا ظهر الفيلسوف لايبنيتس، والذي اقترح على لويس الرابع عشر احتلال مصر أولا من أجل شق هذه القناة التي تصل بين البحرين. Mais Alexandrie n'était pas suffisant, c'était la côte. Les Français souhaitaient aller en Orient. C'était la route de la soie. Et très vite, on a cherché à ouvrir l'isthme de Suez. ولكن الدراسة التي قدمها الفيلسوف لايبنيتس ستقع في أيدي نابليون بونابرت فيما بعد قبيل قيامه باحتلال مصر. فرنسا في القرن 19 كانت من الدول العظمى. ف
كان من الطبيعي أنها تهتم بكل اللي متخصص بالبحر المتوسط وبالعلاقات ما بين أوروبا وآسيا، والمفتاح لعلاقتها كان مشروع ربط ما بين البحرين. جاء إلى مصر الجيش الفرنسي بهدف، ضمن أهداف أخرى، بهدف شق قناة كانت ما تزال تسمى قناة البحرين. بونابرت كان معني بهذه العملية، وشفت في مراسلاته العسكرية كيف أنه اصطحب معه مهندسون وجغرافيون وعلماء حسابات وهندسة وأجهزة ومعدات من أجل ذهاب إلى السويس. ذهب إلى السويس لأول مرة في 24 ديسمبر 1798، وعاد منها إلى القاهرة في 6 يناير 1799. في مدة الثلاث سنوات دي ظهر هذا المشروع، فكرة الوصل ما بين البحرين بعيداً عن الإسكندرية، لكن باتجاه رأسي من السويس إلى رأس البحر المتوسط. بونابرت نفسه كان مهتم قوي بالفكرة دي، بأظن يمكن اللي ميوله للمشاريع الضخمة الفزيعة الاستثنائية ممكن. لكن لوبير اللي هو المهندس الفرنساوي في المجمع العلمي الفرنسي المصري اللي عمله بونابرت، كان تصوره الأولي أنه مستوى البحر الأحمر أعلى من البحر المتوسط بنحو 6 أمتار، ومعناها لو تم فتح البحرين على بعضهم هتغرق المنطقة بالمياه. بونابرت كان عايز ياخد فكرة علمية عن إمكانيات حفر ترعة ما بين ربط ما بين البحرين. لكن استمر المشروع، واستمر العلماء حتى بعد الخروج الحملة في التفكير في المشروع وفي إعادة دراسته، وكانت النتيجة أنهم فعلا اكتشفوا أن هناك خطأ وأنه من الممكن تنفيذ هذا المشروع. جماعة سان سيمون تمثل تيار الاستشراق، وكان تياراً كشفياً من الناحية الاجتماعية والفكرية قبل الكشف الجغرافي، لأن كل مشروع سياسي يسبقه حالة من الدراسة للمنطقة موضع الاهتمام. وهم جماعة بيسموهم جماعة إنسانية. جماعة إنسانية إيه؟ هم عابرين لفكرة الوطنية ولفكرة الانتماء إلى دولة ما. مجموعة منهم جاءوا مصر في سنة 1833 وقابلوا الوالي، قدموا له مشاريع، منه مشروع الربط ما بين البحرين. كان هؤلاء السنسيمونين يعتقدون أن بونابرت لم يسعفه الوقت لتنفيذ مشروعه الحضاري النهضوي في الشرق، وبالتالي هم قرروا أن يجعلوا من أنفسهم بناه لمشروع بونابرت في الشرق. وجاء زعيمهم وكان يسمى بروسبير أنفانتا، وله لقب الأب للبحث عن الأمة في الشرق حتى يستطيع الشرق أن يتزوج الغرب حسب الفكرة القديمة، وزواج الشرق بالغرب. Les Saint-Simoniens sont venus en Égypte comme collaborateurs de Mehmet Ali, et le travail qu'ils ont fait c'était en tant que conseiller technique de Mehmet Ali. Alors, ils avaient beaucoup réfléchi à cela, et c'est pour ça que Mehmet Ali les a fait venir. La seule chose, c'est que Mehmet Ali était inquiet des conséquences de l'ouverture du canal de Suez. Il avait peur que l'ouverture du canal provoque des guerres. لكن محمد علي رفض المشروع، وله مقولة مشهورة: لا أريد بصفورا جديدا في مصر. وقال لهم: لو حفرت قناة السويس اليوم ستحتل القوى الكبرى مصر غدا، إلا إذا حفرتها بأموال مصرية. كان هم الأول بناء جيش عظيم وبحرية عظيمة علشان يقاوم العثمانيين، دي أول حاجة. بعدين يعني تقريباً
كل ميزانيته كانت مستعملة لأهداف عسكرية. وقاهم ناس متبهرجين، ناس عندهم حرية كبيرة، فرفض المشروع بتاعهم. فكان ممكن يركز في مشروع ضخم واحد بس مش أكتر، فهو اختار مشروع القناطر الخيرية، يعني السد اللي على رأس الدلتا، دلتا النيل. محمد علي براجماتي بطبعه، محمد علي يستفيد من الجميع، ودي ميزة الحاكم انه ما خافش من السانسيومونيين، او لانه هو فاهم وقادر على انه ياخد من اللي قدامه احسن ما عنده. مشروع قناة السويس أصبح حلم عند الفرنساويين منذ ما قبل حتى الحملة الفرنسية. يخفت بعض الشيء ثم يصعد مرة تانية. جزء من هذا الهوس هو ربط البحرين كمان، وإيجاد موضع قدم لفرنسا إذا كنا عجزنا عن احتلال مصر فموضع قدم. فهنا هتظهر شخصية ديليسيبس وارتباطه بسعيد باشا والصداقة اللي بينهم. ديليسيبس كان رجل دبلوماسي في الأول، اتولد سنة 1805، وأبوه كمان كان دبلوماسي، كان قنصول في تونس وفي المغرب وفي حلب، وفرديناند بقى قنصول في الإسكندرية. في وقع في إيده في الوقت ده هو وثائق وكتابات السان سيمونين في موضوع قناة السويس، فتبنى الفكرة عجبته وعرضها على الخديوي سعيد في أوائل أيام حكم سعيد لمصر. كان اتصال فرديناند ديليسيبس بجماعة سان سيمون هو اتصال يسعى إليه كل من الطرفين، لأن جماعة سان سيمون تهتم بمشروع قناة السويس، وأيضا ديليسيبس يهتم بهذا المشروع على اعتبار أنه يعني صاحب فكر استعماري مقيم في مصر ولا يريد أن يترك مصر حتى يحقق فيها غايته. بعد ثورة 48 في فرنسا ديليسيبس يعني فشل في 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 الكارير بتاعه، وما كانش عنده منصب، فكان مستني حاجه. ديليسيبس ترك الدبلوماسيه على اثر مشاكل حصلت له، وفي لما علم ان سعيد باشا وصل للحكم جه يقدم له مشروع السان سيمونيين. تذكر فرديناند ديليسيبس تذكر سعيد، فجاء إليه في مصر وعرض عليه مشروع القناة، وإن ده هيدي سمعة عالمية لمصر فضلا عن تسهيل الاتصال بين الشرق والغرب. ديليسيبس لم يستطع أن يخطو خطوة في مشروعه الذي ما زال في ذهنه في عهد عباس، لأن عباس أوصت كل الطرق أمام التدخل أو التوغل الأجنبي في مصر، بينما من خلال سعيد كان واقع تحت تأثيره بصورة كبيرة جدا، وكانت النتيجة أنه منحه امتياز قناة السويس الأول الذي كان مكحفا بحق مصر. Que le projet saint-simonien était de faire un canal entre les grands lacs et rejoindre le Caire pour le Nil. Alors que le projet qu'a adopté Ferdinand Lesseps, conseillé par ses propres ingénieurs, dont certains étaient saint-simoniens, était d'aller directement de Suez à ce qui est Port Saïd maintenant. وافق سعيد على ما كان أباه أبوه قد رفضه أيام السانسيمونيين. Ferdinand Lesseps était un fin diplomate qui a un réseau assez puissant et qui a réussi justement par ce jeu de réseau à convaincre le Khedive Mohamed Saïd Pacha puis Ismaïl de créer ce canal de Suez.
الامتياز الأول لقناة السويس الحقيقة كان مجحف بحق مصر بصورة كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بلائحة العمال المصريين أو بتشغيل واستغلال المصريين في حفر القناة. مشروع في حد ذاته مشروع عظيم وعالمي وتجاري وله فوائد كثيرة، لكن الفكرة الشروط بقى التي قدمت لسعيد باشا التي جعلت الفكر السياسي فيما بعد يقول عن قناة السويس أنها دولة داخل الدولة. أن الشركة شركة قناة السويس كان لها حق على حفر القناة طبعا، على إدارة القناة، على دفع حق لكل السفن اللي بتمر عن طريق القناة. المشروع بشروطه كلها في صالح شركة قناة السويس، وهي شركة خاصة وليست دولة فرنسا، بس كانت لها حق كمان على حفر تراث للمياه العذبة ما بين القاهرة ومنطقة القناة إسماعيلية والسويس، وكمان حق على استعمال قناة المياه العذبة للتجارة، أي للتجارة ما بين منطقة قناة السويس والقاهرة والدلتا ووادي النيل، وكمان حق لزراعة كل الأراضي الصحراوية اللي الشركة تقدر تزرع في الصحراء ما بين الدلتا، ما بين وادي النيل وقناة السويس. والمنطقة دي كانت واسعة جدا، فكان ممكن عن طريق الحق ده للشركة أن تكون مستعمر أوروبي، مستعمر زراعي أوروبي ضخمة، زي ما كان بيحصل في الوقت ده في الجزائر. في الواقع هذه علامة استفهام كبيرة، هو لم يكن ديليسيبس في الواقع الذي حاز، إنما الشركة التي أسسها حازت على امتيازات ظالمة في الواقع بحق مصر والمصريين، خاصة أن مصر كانت قد مولت أكثر من 80% من تمويل من المال اللازم لحفر القناة. نظام وقتها نظام رأسمالي، ليس دولة فرنسا. ديليسيبس عمل شركة طرح أسهمها ومنع الأسهم من إنجلترا. مصر اضطرت انها تشتري ال 44% اللي تمثل 88 مليون لبدء المشروع في قناة السويس، ومصر استدانت عشان توفي بوعدها ان شركة قناة السويس تنشأ. فرديناند ليسيبس a eu l'intelligence de ne pas vouloir emprunter aux banques et d'ouvrir l'achat des actions au monde entier. Donc effectivement, il y a eu 56% de souscripteurs internationaux, donc majoritairement françaises, mais il y avait de toutes les nationalités, et 44% des actions appartenaient à l'Égypte. وكان في حاجة أيضا ألا تكون لمصر وحدها مالكة للقناة برأس مال كامل مصري. كان يريد أن تكون شركة عالمية، وبالتالي كان مضطرا أن يدخل رؤوس أموال أجنبية في الشركة. نشوف اللي تحملته مصر في عملية بدء العمل في حفر قناة السويس أو انتهاء من العمل، هو 202 مليون 800 ألف فرنك. في الوقت ده ميزانية مصر تقريبا، الميزانية السنوية تقريبا كانت ما بين 70 80 90 مليون فرنك كل سنة، يعني ما كانش ممكن مصر تدفع المبلغ ده على طول، فده كان وعد من الوالي، وان ده كان نصف نجاح او اقل من نجاح بالنسبه لديليسيبس نفسه. بعد تاسيس شركه قناه السويس كل الاموال ذهبت الى شركه استعماريه موجوده في الارض المصريه. فعلى سبيل المثال يعني ان مصر تلتزم بحفر ترعه مياه عذبه، لان العمال اللي بيحفروا عايزين يشربوا ميه، ترعه مياه عذبه من القاهره حتى منطقه القناه. لكن الحقيقة أن المناخ كان موجود في كل البنود، يعني استيلاء الشركة على منطقة الحفر وعلى كيلومتر عرضا بطول جانبي القناة، حق الشركة في استخدام آلات وفي استخدام الأراضي وفي حتى الحصول على مبالغ مالية من الفلاحين مقابل ري أراضيهم من الترعة اللي هيقوموا بحفرها، يعني هذه مستعمرة فرنسية. Mais je reste persuadée que dès le départ, Ferdinand de Lesseps
n'avait pas un projet de colonialisation ou de colonialisme économique, comme il pouvait y avoir certains modèles comme l'Algérie à cette époque, qui était une colonie française d'exploitation pure. Là, il y avait une volonté tout de même de partager les bénéfices avec l'Égypte. كل ده مقابل ايه؟ مقابل انه دي ليسيبس اعطى لسعيد باشا 44% من اسهم قناه السويس، ودي نسبه لا يستهان بها 44% لسعيد، لكن طب مصر معها ما عندهاش فلوس. يبقى هنا الدين بقى، بدات ايه؟ بدات الدين من هنا. Je pense que le choix qui a été fait autrefois par le vice-roi Saïd et Ferdinand de Lesseps, ça a été le bon choix, oui, c'est-à-dire le canal direct le plus court possible. Et c'est donc celui qui est, à mon avis, le plus apprécié par les armateurs, par les propriétaires des navires. Donc je pense qu'il y a eu un excellent choix au 19e siècle. La concession est une chose qui est fréquente dans le monde actuellement. En France, le gouvernement fait des concessions pour l'eau, pour le chauffage, pour l'électricité, pour les autoroutes. حتى المساحات التي يعني استولت عليها الشركة لم تكن محددة في نص الامتياز. Le canal a été payé pour la moitié par l'Égypte et par la moitié par des souscripteurs français. Là où l'Égypte a été blessée gravement, c'est quand les Anglais ont racheté la part la moitié des actions du gouvernement égyptien. الناس ما تعرفش بتفتكر ان ديليسيبس عمل كل حاجه والعمليه سهله، لا، اموال مصر هي اللي بدات في انطلاقه هذا المشروع. نفات وانفات كمثل النمل شغاله، بيشقوا بحر الكنال والشمس اياله، بيشقوا بحر الكنال والشمس تلفحهم، ما يرتاحوش الا لما الموت يريحهم او النفر من العطش يحصل في عقل دماغهم. اول ضربه حفر في قناة السويس بالمعول هي كانت 25 أبريل سنة 1859. ديليسيبس قال للناس اللي كانوا حوالين منه الفلاحين، قال لهم أنتوا مش بتحركوا الأرض بس، أنتوا بتجيبوا الرخاء لمصر. في الوقت ده كان يعني المفترض ان الحفر كله على عاتق العمال. مشكله السخره، لانه من البدايه طبعا الوالي وعد للسيمس بامكان استعمال السخره، يعني العمال الفلاحين المصريين. فتره سعيد الحقيقه هي الفتره اللي تم فيها يعني استنزاف ديموغرافي ونهب ديموغرافي للمصريين. ما عندناش احصائيات مؤكده حوالين من مات في هذه في حفر قناه السويس. بعض المؤرخين بيقدر الاعداد 60,000 والبعض 100,000 او 120,000. خصوصا لانه في القرن 19 عدد السكان في مصر ما كانش كبير قوي، 4.5 مليون في اخر وقت عهد محمد علي باشا. كانت الفكره أن المصريين هم الأقدر على حفر أقاليم، وفي نفس الوقت هم الأقدر على العمل بالصخرة والاستغلال. يعني الصخرة بقت حاجة تانية وصعبة جدا، شقة جدا بالنسبة للفلاحين. أن تنتزع الفلاحين من جزرهم ومن أراضيهم وترسل بهم إلى مكان نائي وصحراء قاحلة وتطلب منهم أن يحفروا قناة السويس، هذه الحقيقة كانت مسألة مفزعة في التاريخ الإنساني. فبالتالي لما نشوف الصور الأولى للحفر، ده رمل وشمس، بيئة تؤدي إلى الموت. Bien que la compagnie rétribuait quand même les fellahs égyptiens qui travaillaient sur le canal de Suez. C'est-à-dire que effectivement, par rapport à d'autres chantiers en Égypte où ils étaient mobilisés, puisque c'était une sorte d'impôt d'intérêt général qui était payé par les Égyptiens, ils étaient quand même rétribués par la compagnie et avaient le droit à des prestations sociales. L'Iraït 66, la société, a arrêté la soukhra
علشان اليد العاملة في الـ في الـ في الأشغال. La corvée est d'ailleurs une chose qui a existé aussi longtemps en France. Autrement dit, chaque fellah, chaque paysan en France devait consacrer un certain nombre de jours chaque année à l'entretien des routes, à l'irrigation. Donc, au début de la construction du canal, ce sont des fellahs. Dans les engagements du gouvernement égyptien, il y avait 20 000 fellahs qui travaillaient en même temps, mais ils se renouvelaient, donc ils changeaient constamment. Et donc, ils travaillaient avec des moyens très rudimentaires, c'est-à-dire qu'ils avaient des pelles, des pioches, ils avaient des paniers dans lesquels ils mettaient la terre. مات سعيد جاء الخديوي إسماعيل أصبح واليا على مصر 1863 وكان الحفر قد بدأ في قناة السويس. لكن إسماعيل لما اطلع على الاتفاقية اللي بين عمه سعيد وبين دليسيبس وجد أنها مكحفة بحقوق مصر، وأيضا له مقولة مشهورة للتعبير عن هذا، قال إيه؟ أنا أريد أن تكون القناة لمصر لا أن تكون مصر للقناة. كان عايز يحل المشكلة، فكان في مناقشات في باريس ما بين نبار باشا اللي كان هو ممثل مصر، ممثل إسماعيل باشا، وممثلي الشركة والحكومة الفرنسية. هو كان في أزمة حقيقية، لكن أول أزماته أنه اصطدم بأنه ورث مثل هذا الامتياز، وأول شيء على رئيسة القائمة في النزاع اللي حدث بينه وبين الشركة كان مشكلة السخرة وتعديل لائحة استخدام العمال المصريين. طلب إسماعيل التحكيم في إعادة النظر في الشروط بما يسمح لوجود سيادة لمصر على القناة. الشركة وهي شركة فرنسية اختارت المحكم الامبراطور نابليون الثالث اللي هو امبراطور فرنسا نفسه، فطبعا اصبح ايه الحكم معروف سلفا، ودفع مقابل التخلص من هذا البند 38 مليون فرانك. Et d'autre part, le gouvernement égyptien a décidé aussi de ne plus faire appel à la corvée. Donc on passe à la deuxième phase des travaux de construction. On fait appel à plusieurs entreprises. Le canal est divisé en lots. Il y a un lot qui va de la Méditerranée au kilomètre 60,5. Ensuite, il y a un autre lot de 15 km qui correspond au seuil d'Elsguir. Puis il y a un troisième lot, il va du seuil des Sguires à la mer Rouge. Et là, ce sont des entreprises. Et ces entreprises, il n'y a plus de fella. استفاد ايه من في الجزئيه دي؟ ليش معني في الجزئيه دي؟ لانه كان في منخفض اللي هو بنقول عليه البحيرات المره، ومنخفض اللي هو بنقول عليه بحيره التمساح. وبالتالي كان شق القناه في هذه المنطقه هو يعني اقتصاديا كان الأفضل. فقرروا يبتدوا بحفر القناة نفسها من اللي اسمه دلوقتي بورسعيد لغاية تمساح. فابتدوا كده في الصخرة ومن غير تموين مياه حلوة للعمال. المناطق العالية اللي هو أعلى سطح المية بيتم حفرها نقول عن ناشف. ازاي عن ناشف؟ انه العمال هم من بيتم حفرها، وطبعا وقتها ما كانش في معدات مثلا بلدوزرات ولا اي معدات للحفر. La machine à vapeur, elle révolutionne le transport maritime, elle révolutionne aussi, c'est l'invention des chemins de fer, et on peut aussi l'utiliser sur les chantiers. Alors il y a deux sortes de machines. La première, c'est ce qu'on appelle les excavateurs, qui creusent quand la terre est sèche, et l'excavateur creuse la terre. Et la terre est chargée sur des wagons, et quand, mettons 20 wagons, quand le train est complet, une locomotive emmène les wagons, on amène un autre train. لما بينزل المية بيحتاج برضو حفارات بتحفر في المية. Et le canal de Suez, c'est 180 km sur 100 mètres de large, 4 ou 5 mètres de profondeur.
d'un travail énorme qui a été fait en 10 ans. عشان انشئ قناة السويس تم حفر ما يقرب من 43 مليون متر مكعب في العشر سنين عشان اسمح لسفن حمولتها حوالي 4000 طن وغطسها 22 قدم اللي هي حوالي 6 متر 70 تقريبا. افتتاح قناة السويس طفرة في تاريخ العالم، عمل انقلاب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. Alors pour le monde entier, ça a rendu la Méditerranée qui était une mer fermée, ça s'est trouvé un boulevard pour le commerce avec l'Orient. لدرجة ان احد كبار الادباء والرحالة في العالم قال لو انت تعرف حد وما شفتوش بقالك كذا سنة ممكن تعتر بيه بالصدفة في بورسعيد أو في السويس إن العالم كله بيلتقي في هذه المنطقة. Les festivités en 1869 ont duré 3 jours et se sont étendues sur les 3 villes du canal de Suez. Donc Port Saïd au départ le 16 novembre où il y avait une flotte d'à peu près 40 navires de toutes les nationalités qui étaient invitées à l'inauguration du canal de Suez par Ismaïl. Il y a eu une cérémonie religieuse, deux cérémonies religieuses, une cérémonie musulmane, une cérémonie catholique pour bénir les eaux du canal de Suez par ces deux religions. Alors les artistes ont effectivement peint les festivités du canal avec beaucoup de grandeur. Ils ont été certains ont comme Édouard Rioux ont fait la demande auprès de la compagnie pour être engagé. Ismaïl شعر انه حقق يعني اهم مشروع في تاريخ البشريه. ولانه مشروع عالمي وليس مشروع محلي كان لابد من يعني ضيافه كل زعماء او ملوك وامراء اوروبا للافتتاح. Alors sur la politique c'est essentiel. C'est l'acte de création de la nation égyptienne. Puisque encore la veille de l'inauguration, on ne savait pas si c'était le roi d'Égypte qui allait inaugurer ou le sultan de Constantinople. Donc à partir de l'inauguration, c'est l'Égypte qui apparaît et qui est reconnue par l'empereur d'Autriche, par le roi de Prusse, par le roi de France, par l'Angleterre, par l'Italie et de fait par l'Empire ottoman. Donc pour les Égyptiens, c'est vraiment la création de la nation égyptienne. خديوي كان عنده حلم مصر اللي احنا بنحلم بيه النهارده انها تكون اعظم دوله في العالم وان حفر قناه السويس كانت فرصه جمعت حواليه كل العالم فكان ما بيقطرش او ما يقللش من المصاريف وكان بيحس ان هذا يوازي امجاد مصر الفرعونيه امجاد مصر الاسلاميه فكان اسماعيل باشا عايز جزء من الاستقلال وكمان كان عايز طبعا انه الدول العظمى يعني الاوروبيين يحترموا كوالي او كخديوي لبلد حضاري. لكن بعد كده كانت لسه بقى القناه هتشتغل وهنبدا نشوف حظنا من ال 15% لكن المشكله ان احنا عندنا 44% من الاسهم لم ندفع تمنها بدأت بقى المطالبة بالديون. Et effectivement, ce faste a mené à un endettement de l'Égypte, pas seulement le faste de l'inauguration du canal de Suez en lui-même, mais la fin des travaux qui a dû être accélérée pour pouvoir inaugurer au plus vite, a endetté effectivement l'Égypte et a poussé le Khedive Ismaïl à vendre au ministre britannique d'Israëli les 176 000 actions du canal, de la participation égyptienne. حصل بقى تسوية لهذه الديون، ازاي بقى ال 44% الاسهم بتاعت قناة السويس اشترتها انجلترا. فدخلت انجلترا
لإدارة الشركة، بينما كانت فرنسا أو ديليسيبس كان حاول أن يبعدها عنها. اللي حصل إنه في سنة 75 الحكومة المصرية ما بقتش قادرة على دفع ديونها. اضطر الخديوي إسماعيل إنه يبيع كمان 15% الأرباح للبنك الكريدي اليوني بتاع فرنسا اللي هو صاحب الديون. À partir de ce moment-là, le canal devient étranger puisque les Égyptiens ne sont plus propriétaires de la majorité des parts comme c'était auparavant. Et effectivement, on va sentir une colère qui va gronder et qui va éclater en 1882 par la révolte menée par Ourabi Pacha et qui va être calmée, entre guillemets, par les Britanniques en bombardant Alexandrie en 1882. كانت وضعيتها المالية صعبة جداً في أول سنين بعد الافتتاح. بعدين بالنسبة للجانب الاستراتيجي طبعاً الاهتمام البريطاني لمصر اتقوى بكتير قوي. وباحتلال بريطانيا لمصر في سنة 1882 كان الهدف منها السيطرة على هذا الممر الملاحي العالمي، لأن بريطانيا كانت في الغرب عايزة تسيطر على مستعمراتها في الشرق، في الهند الشرقية وفي آسيا. القناة دخل كجانب مهم لسياسة مصر من وقت قرار سعيد باشا. وبعدين مصر ما كانتش مستقلة، كانت ولاية من الولاية العثمانية. مصر لم تحصل على نصيبها أو على حقها في القناة، ولم تستفد تقريبا من القناة، لأن في الوقت ده القناة أصبحت دولة داخل الدولة. مصر فقدت سيطرتها على القناة بشكل كبير جدا، بقت في مصالح دولية على أرض مصر. إذن أصبحت هنا إيه القناة في مصر ولا علاقة لمصر بالقناة. بس في جوانب إيجابية تانية ما ننساهاش. نشأة مدن زي بورسعيد اللي هي نسبة إلى سعيد باشا، بور فؤاد النسبة إلى فؤاد ملك فؤاد، بور توفيق تحت في الجنوب الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل، فهناك جوانب تانية. عودة القناة إلى مصر حلم من أيام الخديوي إسماعيل نفسه، إن الخديوي إسماعيل عارف قيمة القناة وعارف أهميتها لمصر لكنه لا يستطيع. وأتصور إن لو كانت نجحت الثورة الورابية كانت من ضمن الحاجات اللي هتعملها نظر في مسألة حقوق مصر في قناة السويس. الإنجليز أو الفرنساويين أصحاب الشركة يعني وضعوا في اعتبارهم ان ممكن حركه وطنيه تنجح في الاستقلال، في هذه الحاله تتهدد المخاطر وجودهم في الشركه. فجم في سنه 1910 فكروا ان هم يزودوا الامتياز 40 سنه كمان على 99، فيخلص امتى؟ 2008. وكان الرد بتاع الحزب الوطني في تلك الفتره اننا لا يجب ان نصادر حلم الأجيال المقبلة. المشروع هو بيعرض بيناقش في الجمعية العمومية اللي كانت عملتها إنجلترا بعد الاحتلال. اتسرب الخبر من داخل الجمعية لمحمد فريد وزعيم الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل، فشهر بالموضوع في جريدة اللواء اللي هي جريدة الحزب. حصل نقد ومظاهرات، فتم سحب إيه مشروع الأربعين سنة. بدأ من المرحلة 36 التي فضها فيما بعد النحاس باشا وملك طارق. بدأ المؤرخون المصريون يبحثون في الوثائق
لمعرفة ما كيفية استعادة القناة ومعرفة كيفية رد القناة إلى مصر. وبالتالي من المعروف أن مصطفى الحفناوي الباحث المصري في السوربون الكبير عمل رسالة دكتوراه سنة 1950 عن كيفية استرداد قناة السويس وتأميمها. عشان كده لما جه الضباط الأحرار وفكروا في تأميم قناة السويس كان هناك رصيد وطني ودعم شعبي ثم مجهود وإنجاز علمي وقانوني وسياسي مكتوب من جانب فقهاء قانونيين وسياسيين مصريين في هذا الشأن. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا 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 المصرية.